دلني الكرشك معي أنا الشيف شادي زيتوني من الاثنين للجمعة 10 صباحا بتوقيت بيروت وبإعادة 6 المساء على راديو تموز الإلكتروني. شركة 10 على 10 متخصصة في تطوير مفاهيم غذائية جديدة، إنتاج عروض الطبخ، إنشاء القائمة وتكلفة الغذاء، تقديم دورات تدريبية، تطبيق الفيديو المحمول الغذائي، تنظيم تعزيز الأغذية، تصوير فيديوهات الطعام، استوديو الطهي، العلامة التجارية الكاملة، مطبخ وخلفية التصميم والعمليات، تنفيذ القائمة والتذوق، بناء قدرات الموظفين، توحيد الوصفات القائمة والتدريب ميزان بلاس، الموارد البشرية، إجراء المقابلة والتوظيف والجدولة، تحديد المواقع في السوق F&B. 10 على 10 سهيلي الطريق العام N57 كسروين 00961923103 00961321970 إيميل info@chefcz.com www.chefcz.com. أحبائي متابعين راديو تموز، وصل وقت الأكل، وصل وقت الوصفات، وصل وقت دل الكرشك مع الشيف شادي. شكرا للجميع، واليوم حلقتنا رح تنتهي عن جد اليوم بشو بدي لكم، بمجزرة، مجزرة أكل، لأن الحلقة عن جد عنوانها اليوم مش ممكن حدا منكم يقول ما بحبها، مش ممكن. سبرينج رولز، سكتنا. حدا بيقول ما بيحب السبرينج رولز؟ مش معقولة، ما بتصور إنسان موجود على الكرة الأرضية بيقول أنا ما بحب السبرينج رولز، أوكي؟ بس ممكن حدا يطلع يقول ما بحب السبرينج رولز مع الخضرة، بس بحبها مع اللبنة، بحبها مع الجبنة، بحبها مع الشاورما، بحبها مع الفلافل، بحبها مع الدجاج، مع النودلز، مع الباستا. يعني هتقولي الباستا وكيف؟ هلا بنشرح، اوكي؟ سو قلت انا هلا كم كلمه او كم وصفه يمكن تعجبتوا نتفه صغيره، بس دائما الشيف شادي بيطلع بافكار مبتكره، افكار جديده، افكار مش لاني قاعد انا هلا وعم بحكي، لا، افكار بتكون مجربه قبل، عملها قبل، حاطط ورقه وقلم قدامي بعلم حالي عليها. يعني انا بقعد لوحدي بقول هيدي عجينه السبرينج رولز، اول شيء بضرب مثل ما بيقولوا مرات بضرب راسي بالحيط الحقيقة، لأنه ما بتنجح معي، وبضل حاول حتى أقدر صيب الوصفة. أكيد بصيب الوصفة حسب ذوقي أنا، حسب طريقتي أنا، ممكن حدا يعملها ويقول والله ما عجبتني، هذا كمان بيصير مع كل العالم، بس أنه أنا بحاول أضرب راسي بالحيط توصل ركب وصفات وبهارات ونقعات وعجائن صعب كتير على العالم يعملوهم بالبيت، ومنوصلهم لا المستمعين والمشاهدين بطريقة سلسة حلوة وسريعة، هيك كمان منوفر عليكم وقت حتى ما تضربوا راسكم بالحيطان مثل ما أنا بعمل. طيب شو معنات أضرب راسي بالحيط؟ يعني أنا بيجي بقول اليوم بدي أعمل سبرينج رولز بس بدي أعملها شاورما. طيب واحد بيقول العمى، مع الشاورما اليوم هي ساندويش وبيحطوا فيها بط، كيف انت؟ طيب اوكي، انا فيني اعمل سبرينج رولز بالعجيني، حط فيها شاورما بقلبها، وهلأ بلكم كيف، ونحطها بالفرن بطريقة حلوة وتطلع بتعقد. طيب اذا قليتها شو المشكلة؟ ما هي عم تنزل بالزيت وعم تطلع بطريقة سريعة، وهن صغار، مش عم نحط ساندويش نحنا. يعني نحنا سبرينج رولز قديش اليوم؟ يعني كذا ملي بكذا سنتي، اوكي، من الطول، بس ينزلوا بالزيت ما بتلحقوا تعدوا للعشرة 15-12 استويت. سو بعد الحشوة من جوا ما دخل عليها الزيت، اوكي، وبعد وصارت من برا كريسبي. تصوروا انتوا هلا عم تكتشوا من برا خش ويطلع لكم شاورما وتوم وبطاطا وكبيس. مدام جربيها يا مدام، اسمعي كلامي يا مدام، اوكي. طيب فلافل نفس الموضوع. سو اي شغلة ممكن نلفها بقلب ساندويش صار فينا نعملها بقلب سبرينج رولز. العجينة رح نتعلمها اليوم، رح نعطي وصفتين، وصفة سبرينج رولز مع الشاورما والتوم والمخلل او الكبيس، وسبرينج رولز مع الخضرة، ورح نعطي كمان عجينة السبرينج رولز. فيكن بلشو نوعا ما تكتبوا قدامكم اول شيء العجينة. هلا بتقولوا لنا ما قلنا جلادة، شو بدي بالشغلة،
شادي بنروح نشتريها خالصة، بعرف وأنا بشتريها خالصة، بس بركة ما لقيتوها شي محل، ما رجع عندكم وقت وقاعدين بالبيت جاي عبالكم تعملوها. وانت بتشوفي حالك يا مدام انا عملت عجينة السبرينج رولز ما اشتريتها، اوكي؟ صايدي شغلة ترجع لكل شخص قاعد بالبيت للوقت اللي عندكم وللكلفة. اليوم تعملوها بالبيت ما بتكلف شي. طحين كوب واحد 120 جرام بدون مي 3 ارباع الكوب 180 ملي، ملح 2 جرام فقط لا غير، طحين ومي وملح. ده كلفت ولا شيء. هيدي الكميه بتعرفوا كم ورقه بتعملنا على القليله؟ على القليله 30 ورقه على القليله، اوكي؟ سو تصوروا اذا انتم بدكم تشتروا 30 ورقه من السبرينج رولز قد ايه حقهم، وهودي اللي هلا حكينا عنهم قد ايه حقهم. الكلفه اختلفت، شغل بيتوتي هوم ميد هاند ميد رح يطلعوا اكيد اطيب، اوكي؟ كيف نحضر الوصفة؟ أول شيء منحط كل المقادير مع بعضهم، أو حطوا الطحين مع الملح وحطوا عليهم المي شوي 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 تيصير عنا عجينة. هالعجينة دايما بيقول الشيف شادي بس نخلط أي نوع من السائل مع الطحين لازم نريح العجينة، نريح الجلوتين على القليلة 30 دقيقة 40 دقيقة 50 دقيقة. ساعتها هون عنا منحمي المقلي كأنه عم نعمل كريب، اوكي؟ او فينا نستعمل مقلة كريب او المقلة اللي عنا، فينا نحطها على النار، نحط بقلبها شوية ملح، نحمي الملح ملح ناعم والكمية قليلة، يعني شي حوالي نص ملعقة صغيرة بقلب المقلة كلها سوا، ومنحرك المقلة بيحمى عنا الملح، بيشرب الرواسب الموجودة الروائح الموجودة بقلب المقلة، منكب الملحات، منمسح المقلة، منحط الزيت، منمسح الزيت، ومنبلش نصنع السبرينج رولز تبعولنا كأنه عم نعمل كريب. متركة تنشف، اوكي، بالمقلي، وانتبهوا انه هي دغري رح تنشف هيدي العجينة من دون ما تاخد لا لون، لا من تحت ولا من فوق، اوكي؟ بتقلبوها يلا شلناها عجنات دايما، بس تبردوا اي نوع من السبرينج رولز او الكريب او غيره، حطوهن على شبك او اي شيء عندكن. بس بتعرفوا انا شو بعمل بالبيت؟ بقلب الميكروويف عندي مثل شبك او مثل هيك صينية مبخوشة موجودة بقلبه، اجت بقلبه بجيب بحطها انا على على البلاطة بالمطبخ وبحط عليها واحدة حد التانية، هيك بيبردوا بسرعة وما بيلزقوا على بعضهم. صار عنا عجينة السبرينج رولز بالبيت، فيكن تفرزوها، فيكن تحطوهم بالبراد فوق بعضهم، وبس يجي وقت الشغل انتو بتكونوا حاضرين. طيب العجينة جاهزة يا شيف شادي، عملناها او العجينة رحنا اشتريناها، بدنا نعمل هلا اوكي هالحشوة او خلينا نقول هالخلطة يلي بدنا نعمل هالسبرينج رولز، اوكي، مع الدجاج. قبل اذا بتكون اكتبوها مع الخضرة او خلطة الخضرة، ساعتها الكميات اللي انتو بدكن اياها، اوكي، فيكن تحطوها او تزيدوا منها او تنقصوا منها او تشيلوا اي نوع من الخضرة اللي انا حطيتهم بقلب الحشوة وتبدلوها بنوع خضرة تاني. ولا اهم من هيك، بدنا من زيت النباتي ملعقتين. هودي هالخلطة بتأدي لحوالي 20 ورقة من اوراق السبرينج رولز او 18، يعني خلونا بين 18 والعشرين. زيت نباتي اوكي ملعقتين 30 ملي، زنجبيل اللي بيحب ملعقة صغيرة، اكيد زنجبيل طازة عم بحكي، مفرومي ناعمي، فصوص من التوم او حصوص من التوم 2، بصل حوالي الحبة او حبتين، مهم الكمية 100 جرام، كرابس بدنا حوالي كمان 100 جرام اللي هو السلري يلي بيحبه اكيد، جزر حوالي 100 جرام، كوسة حوالي 50 جرام، اللي بيحب يدخل باذنجان كمان في يدخل، انا ما كتير بحب المزيج مع الباذنجان بس انه ممكن، فلافي حلوة خضراء او حمراء او صفراء او كلهم مع بعضهم، اوكي، يعني من كل نوع حوالي 50 جرام 50 جرام 50 جرام، او نوع واحد شي حوالي 120 130 150 جرام، ملفوف
الكابج حوالي 100 جرام. اوكي، هون بدنا من الملح فلفل ابيض، وبدنا من زيت للقلي. اوكي، واذا بدنا نشوي فينا نشويهم. اوكي، وكمان بدنا من البيضه المخفوقه شوي صغيره مشان نلزق السبرينج رولز، او في عالم بيلزقوا السبرينج رولز بخليط من الطحين مع المي او النشا مع المي. هذا بيرجع لكم. شو بنعمل قبل المقلي؟ زيت، يلا البصل، الثوم، الزنجبيل، بعدين الكرابس بنكون قصينهم اوكي مثل عيدين، مثل الكبريت يعني جوليان بنقول لهم نحن، الجزر كمان، الكوسه كمان، الملفوف كمان، والفلافل الحلوه كمان، كلهم سوا بطريقه يطلعوا جوليان طويله شعيرات. قليناهم بس خليناهم نوعا ما نيين، يعني بس هيك تاكلوهم بتحسوا بالقرشه. نجي منطعمهم شوية صغيرة بالملح والفلفل، وأكيد اللي بده يحرحرهم بشوية صغيرة من الحر فيه يحط لهم أوريجانو. أكيد دايما أنا أوبن مثل ما بيقولوا لهالأفكار هيدي، أوكي، حتى تطلع معنا أطيب وأطيب حسب كل بيت شو متعود. صار عنا الحشوة، يا سلام، سبرينغ رولز، حطينا العجينة، الحشوة بتكون مسقعة، يس، لازم ننطر تتسقع، وإلا إذا بدنا نلفها هي وباردة، هي وسخنة سوري، منلاقي إنه العجينة عم تش معنا واحد ومش عم تلزق معنا بطريقة حلوة. ومنشوف إذا منطلع على العجينة من تاني ميل بتلاقوا في مثل بقح من أو الزيت أو يعني محل ما السخن بيضربها للعجينة. سنطروا العجينة تبرد تتطلع شكلها جميل، ساعتها نحشي منلف منسكر الجوالي منلف. وفيكن تحضروا عنا كمان حلقات، فيكن تدخلوا لعندي على قناتي على يوتيوب تفتشوا على سبرينغ رولز، او من خلال اللي هلا عم يسمعنا على قناة يوتيوب راديو تموز، في كمان اللينكات تحت فيديو كتير حلو للشاب شادي زيتوني اللي هو انا عن سبرينغ رولز، وكمان فيديو كتير حلو على كمان للشاف إلي جروان كمان من شفية الشاطرين التابعين لشركة 10 على 10، عامل كمان وصفة سبرينغ رولز كتير 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 حلوة. سو نحن هون صار عنا كمان هالسبرينغ رولز الحلوين، جينا حطينا الحشوة، سكرناهم من الجنبين، لفيناهم بشكل سيجار، جينا لزقناهم او بالبيض او حطينا شوية صغيرة من خليط الطحين والمي او النشا والمي، سكرناهم، عملنا 20-30-50 اللي بدنا اياهم، او فينا نفرزهم وبعدين من الفريزر دغري على القلي او على الفرن، او دغري المقلي بتكون جاهزة فينا المقلي. يعني اول شيء الزيت بده يكون حامي، والزيت بده يكون غزير، يعني بده يكون عنا كمية من الزيت بقلب المقلي، مش انه بس نحط سبرينغ رولز الدق بالقعر تبع المقلي. اوكي، المهم انه تكون فايشة، اوكي، وساعتها هي بتاخد اللون اللي بدها اياه. الحرارة بتكون عالية هون، بس كمان هالسبرينغ رولز نشيلهم من القلي، فينا نرش عليهم من السمسم اذا بدنا، فينا نرش من حبة البركة هني وبعضهم سخنين وعليهم زيت من برا، اوكي، فينا نغطهم قبل بالسمسم ونقليهم، فينا نغطهم بخلطة معمولة مثل خلطة الكريب او الباستيلا او التمبورا. سو افكار كتيرة فيها تكون، او فينا نستعمل محل عجينة السبرينغ رولز الخبز العادي، خبز البيت. بتجيبي مدام الخبز البيت بتعملي منه دوائر، اوكي، عملي منه دوائر او قصيهم بشكل مربع، وبتعي حط الحشوة برمية لزقيها حطيهم بالفرن، ولا اطيب من هيك. فينا نستعمل كمان خبز الصاج، بيعقد بجنن، هيدا بيرجع لألكن. وساعتها بس ما قدموا معهم صوص كوكتيل، مايونيز، كيتشاب، باربيكيو، هيك واحد بيغط بالصلصة صوص مثلا تنقول بندورة، الربياتا، حرة، كريم، اللي بدكن، هيك كمان بتبيض وشكن قدام العيلة والأشخاص العزمينون. طيب يا شاب شادي، بدنا نعمل هلأ، جينا على السبرينغ رولز، عنا شاورما دجاج بالبيت شوي. أول شي مندهن بالثوم العجينة شوي، شاورما شوي، حطينا كبيس كمان، حطينا فوقهم بطاطا مقلية. شو بتحبي كمان بالشاورما مدام؟ بعد خس مفروم ناعم اذا بدنا، حسب، اذا كان عملناها باللحمة تراتور عليها. المهم حطينا كميات قليلة بقلبها،
انتبهوا على البطاطا المقلية محل من مروسة، انتبهوا هي ما تضرب بالعجين، انتبهوا على هذا الموضوع. حطينا، برمنا، لزقنا، علينا، شوينا، ودقولي هالخلطة. إذا بدنا نعمل تنقول من الفلافل كمان، جبنا شوية صغيرة من الفلافل حطيناه على العجينة، بقدونس، بندورة، كبيس، شوية طراطورة عليهم، بدنا نحط هيك وحدة لفت. أوكي، اعملوا نفس المزيج اللي أنتم بتحبوه. سكرنا، علينا، شوينا، علينا أو شوينا. أوكي، أنا بحبهم كتير مشويين. قدمناهم مع صلصة طحينة أو طراطور من غط فيها، ولا أطيب من هيك. أفكار عجيبة غريبة، أفكار حلوة. أوكي، ما حدا عم يطلب منكم جربوها كل يوم، ما حدا عم يقول لازم تنفذوها، بس هالأفكار موجودة. أوكي، هالأفكار حلوة، تعملوها حتى ولو مرة واحدة بالشهر. أنا كتير بشكركم، بكرة حلقتي رح تكون بعد أجمل من اليوم. دلل كرشك، باي. شركة 10 على 10 متخصصة في تطوير مفاهيم غذائية جديدة، إنتاج عروض الطبخ، إنشاء القائمة وتكلفة الغذاء، تقديم دورات تدريبية، تطبيق الفيديو المحمول الغذائي، تنظيم تعزيز الأغذية، تصوير فيديوهات الطعام، استوديو الطهي، العلامة التجارية الكاملة، مطبخ وخلفية التصميم والعمليات، تنفيذ القائمة والتذوق، بناء قدرات الموظفين، توحيد الوصفات، القائمة والتدريب ميزان بلاس، الموارد البشرية، إجراء المقابلة والتوظيف والجدولة، تحديد المواقع في السوق F&B. 10 على 10 سهيلي، الطريق العام N57، كسروان 00961923103، 00961321979970، ايميل info@chefcz.com www.chefcz.com. دلل كرشك، معي أنا الشيف شادي زيتوني، من الاثنين للجمعة 10 صباحا بتوقيت بيروت، وبإعادة 6 المساء على راديو تموز الإلكتروني.